بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي. كنا بدأنا يونت 2 وكنا بدأنا في ليسون 1 اللي كان عنوانه The Modern Periodic Table. كنا خدنا الجزء الأول من الدرس ودلوقتي هنبدأ الجزء الثاني. عنوان الجزء اللي هنبدأ بيه The Type of Periodic Table Elements، أنواع عناصر الجدول الدوري. تمام، افكركم بسرعه بجزء اخدناه في الدرس الاول لانه مهم تبداوا بيه. احنا كنا شفنا البريودك تيبل، تمام، وعرفنا قبل كده ان احنا لما نيجي نملا السب ليفلز بنملا اللي له انرجي اقل، فكنا بنبدا ب 1s، بعد ال 1s 2s، بعدين 2b، 3s، 3b، وقبل 3d كنا بنملا 4s، بعدين 3d، بعدين 4b، وهكذا. الترتيب ده اللي احنا عملناه هو نفسه الشكل النهائي للجدول الدوري. لو لاحظتوا الجدول الدوري مكون من كذا بلوك، تمام، اللي على اليسار خالص هو الاس بلوك اللي احنا بنبدأ فيه نملة من اول 1s، بعدين 2s، طبعا ال 1 وال 2 وال 3 والحد 7 دول البرنسبل كوانتم نمبر، تمام، الان بتاعتنا، فمترتبين 1s 2s 3s 4s وهكذا لحد 7s. تمام، لما بنيجي نملة ال 1s يا اما بيكون فيها الكترون واحد فكنا بنكتب الهيدروجين على اقصى اليسار، او بتكون كومبليتلي فيلد فبنملى 1s2 اللي هو الهيليوم اللي حطيناه على اقصى اليمين، وقلنا حطيناه على اقصى اليمين عشان هو تبع النوبل جازس. تمام، بعد كده بنملى ال2s وال2b. ال2s موجوده في الاس بلوك، يا اما هتكون 2s1 يا اما هتكون 2s2، واتملى خلاص الاس، بنملى مين بعدها؟ بنملى البي. البي احنا عارفين ان هي بتتملى بحد اقصى 6 الكترونات، فلما نبدا بال 2b هيكون 2b1 هنا فيها الكترون واحد، نزود الكترون كمان يبقى 2b2 2b3 2b4 2b5 لحد 2b6، يبقى خلاص السب ليفل بي اتملى. تمام، بنيجي نملى مين بعد كده؟ 3s، يا اما هتكون 3s1 يا اما هتكون 3s2، اتملت، يبقى على طول نبدا نملى في مين؟ في 3b. 3b هتكون 3b1 3b2، تمام، لحد 3b6 اتملت. تمام، نبتدي نملى في ال 4s هنبدا بيها، يبقى يا اما 4s1 يا اما 4s2، اتملت. هنا بقى بيجي نملى ال 3d، تمام، زي ما احنا متعودين تماما. تمام، نملى 3d وبعدين ال 4b، ف 3d كانت بتستحمل لحد 10 الكترونز، يبقى 3d1 هيكون هنا لحد 3d10 هتكون هنا، عشان كده دي مقسمة لعشر خانات. تمام، بعد 3D كنا بنملى 4B، نفس التوزيع الإلكتروني اللي احنا متعودين عليه، اللوست انرجي ليفل بيتملى الأول وبعدين الهايست. تمام، يبقى هنا 4B1 لحد 4B6 تكون اتملت وهكذا. فاهمين الفكرة؟ فضروري جدا ان التوزيع الإلكتروني وشكل الجدول الدوري بالشكل ده يكون في ذهنكم، عشان حالا ان شاء الله هنقول على حاجات مهمة نعرف بيها نسهل لنفسنا كتابة التوزيع الإلكتروني لأي عنصر موجود في الجدول الدوري. تمام، نيجي بقى للجزء بتاعنا اللي هنبدأ بيه النهاردة. احنا كده افتكرنا اللي فات، هنبدأ دلوقتي بأنواع العناصر الموجودة في البريودك تيبل. في أربع أنواع من العناصر، يا إما تكون نوبل جازز، يا إما ريبريزنتيف إليمنتس، يا إما مين ترانزيشن ميتال، يا إما إنر ترانزيشن ميتال. فين هما دول؟ على اليمين خالص أقصى اليمين في جروب واحدة عمود واحد، تمام، ده بنسميه نوبل جازز. نوبل جازز اللي هي الغازات النبيلة، تمام، ودي مهم تحفظوها زي اسمكم. تمام، اولا لانها سهلة، ثانيا لانك هتحتاجها بعد كده ان شاء الله في التوزيع الالكتروني. تمام، الحاجة التانية في اتنين بلوكس احنا ملونينهم هنا باللون البينك. تمام، دول البلوك اللي على اليسار ده بنسميه الاس بلوك اللي هو بيكون مكون من يا اما ns1 يا اما ns2. تمام، فالاتنين مع بعض يعملوا الاس بلوك. تمام، الاس بلوك، وهنا في مين؟ هنا في البي بلوك. البي بلوك كل المكان ده، حتى نوبل جازس داخله في البي بلوك، عشان نوبل جازس هي عندها الاوتر شيل بتاعها كومبليتلي فيلد بي بلوك، عندها البي دايما 6. تمام، عندها طبعا الهيليوم هنا في الاول، لكن الباقي كله كومبليتلي فيلد بي، كلها بي 6. تمام، من اول 2 بي 6 3 بي 6 لحد الاخر. تمام،
البي بلوك اللي هيبدأ معانا من أول 2B1 تمام، ويملى لحد 2B6 اللي بعده يبقى 3B1 لحد 3B6 وهكذا. يبقى الاس بلوك مع البي بلوك لما نشيل النوبل جازز من البي بلوك بنسمي بقية البي بلوك مع الاس بلوك representative elements تمام، يعني ممكن تاخد معنا بالعربي عناصر نموذجية تمام. هنشوف ميزاتها بعد شوية، دلوقتي فقط احنا بنشوف اماكن العناصر جوه الجدول. يبقى عرفنا ان في نوبل جازس على اقصى اليمين قلنا هنحفظها، بعد كده في representative elements دول الاس بلوك مع بقية البي بلوك تمام، بعد كده في بلوك متلون هنا باللون الاورنج ده بنسميه main transition elements يعني العناصر الانتقالية الرئيسية، بعدين في بلوك تحت ده بنسميه inner transition elements تمام. الاربع انواع the four types of the element. هنبدأ بقى بالنوبل جازس اللي احنا قلنا مهم جدا تحفظوهم زي اسمكم. النوبل جازس اللي هم على اليمين خالص في اقصى اليمين تمام، بنسميهم zero group مجموعة الصفر او المجموعة رقم 18 تمام، هم اخر مجموعة في البي بلوك على اليمين تمام. characterized by بيتميزوا بانهم عندهم completely filled بي sub level تمام، السب ليفل بي بتاعهم البي بتاعهم كومبليتلي فيلد مليانه بالسته الكترون اللي هي تقدر تستحملهم تمام. طبعا يبقى الالكترونيك ستراكشر بتاعهم بيتميز بوجود ان بي 6، دايما هنلاقي ان اي عنصر من العناصر دي بيحتوي على البي 6. الان دي هي طبعا البرنسبل كوانتم نمبر بتاعنا اللي بيحدد رقم البيريود اللي احنا فيها تمام. الكلام ده ينطبق على جميع العناصر ما عدا العنصر الاول اللي هو الهيليوم، لان الهيليوم ده الاوتر موست شيل بتاعه هو ال 1s وبتكون كومبليتلي فيلد فيها 2 الكترون تمام. الباقي كله لازم يكون NB6. بناء على اللي احنا قلناه من شويه هتتوقعوا ان النيون اللي تحت الهيليوم على طول هيكون ال N بتاعته بكام؟ طبعا باتنين، لان دي الدوره الثانيه، الدوره الاولى خلاص خلصت من الجدول الدوري، فاحنا عند N باتنين. خلصت ال N واحد عند الهيليوم اتملى ال 1s2 فخلاص بدأنا في N 2، يبقى على طول ده لازم يكون الأوتر شيل بتاعه 2b6، يبقى النيون لازم يخلص ب 2b6، يبقى النيون لازم يكون الأوتر شيل بتاعه 2b6. يبقى الأرجون اللي تحتيه هتكون N بتلاتة أكيد، وتلاتة يبقى مين معاها؟ b6. خلاص كل العمود b6. الكريبتون يبقى 4b6، زينون يبقى 5b6، رادون يبقى 6b6. خلاص مفهوم. يبقى النوبل جازس لازم نحفظهم. حاجة تانية مهمة جدا تفهموها في النوبل جازس وتحفظوها، هيليوم 2، نيون 10، أرجون 18، كريبتون 36، زينون 54، رادون 86. الأرقام دي تتحفظ، دي عدد الإلكترونز اللي بيحتوي عليها كل واحد من نوبل جازس، عشان بعد كده إن شاء الله لما نيجي نعمل التوزيع الإلكتروني هنحتاج نكون حافظين النوبل جازس بالإلكترونز اللي بتحتويها تمام. يبقى نيون 10، أرجون 18، كريبتون 36، زينون 54، رادون 86 تمام. يبقى دول الملحوظتين المهمين اللي لازم تعرفوه، الاتنين سهلين جدا تمام. هنا بيقول سؤال give reason noble gases may form compounds، ممكن تكون مركبات، but لكن with great difficulty بصعوبة كبيرة. ليه هي بتتفاعل بصعوبة كبيرة؟ because they are very stable elements، لانهم مستقرين جدا طبعا، عندهم completely filled b orbital، وطالما هو completely filled فهي stable، ما عندهاش اي ميول ان هي تفقد منه وتخليه مش stable او تكتسب، فبيكون دخولها في التفاعلات صعب جدا. يبقى احنا كده فهمنا خلاص zero group اللي هي النوبل جازس او المجموعة رقم 18 تمام. قلنا بعد كده the second type of elements representative elements اللي هم بيكونوا من الاس بلوك وباقي البي بلوك. هنعرف دلوقتي مميزات النوع ده من العناصر تمام. representative elements بتشمل العناصر من اول جروب 1A لحد 7A.
هنشوف الجدول الدوري عشان تكون اسامي الجروبس واضحه بالنسبه لكم. ادي الجدول الدوري، التو جروبس اللي على اليسار اللي هما موجودين في الاس بلوك، اول جروب بنسميها 1A، تاني جروب تاني عمود بنسميه 2A، بعدين هنروح على البي بلوك عشان احنا قلنا representative elements هما الاس بلوك والبي بلوك ما عدا الزيرو جروب، ما عدا الجروب رقم 18، ما عدا النوبل جازس. تمام، يبقى بعد ال 2A يبقى هنيجي هنا نسميها 3A، بعدها 4A، 5A، وهنعرف بعد كده فايدة الأرقام دي 6A، 7A. يبقى representative elements اللي هي بتتكون من ال S block مع ال B block except ال noble gases، بتاخد الأسامي من أول 1A لحد 7A. تمام، ايه اللي بيميز النوع ده من العناصر؟ representative elements بتتميز عندها كل الانرجي ليفلز بتاعتها completely filled except the highest level، اعلى انرجي ليفل عندها هو بس اللي ما بيكونش مليان، كل اللي قبليه بيكونوا مليانين. هنشوف دلوقتي توزيع الالكترونات وهنفهم ان شاء الله. النوع ده من العناصر ايضا بيعتبر active elements، عناصر نشيطة بتحب تدخل تفاعلات. ليه؟ لان هي عايزة توصل للتركيب الالكتروني of the nearest noble gas، عايزة توصل للستيبل ستيت، عايزة توصل لحالة مستقرة تشبه حالة اقرب غاز نبيل ليها. تمام، الغازات النبيلة بتكون عندها completely filled outer shell، عندها NS2 وNB6، عندها الS كله مليان والB كله مليان، فهي كمان عايزة توصل لنفس التركيب الالكتروني ده. طب ازاي هتوصل له؟ by gaining، باكتساب or losing or sharing electron، يا اما هتكتسب الكترونات عشان توصل للتركيب المستقر بتاع الغاز النبيل، او هتفقد losing هتفقد الكترونات من عندها عشان توصل to reach the nearest noble gas electron configuration، او هتعمل sharing للالكترونز لنفس السبب عشان تخلي الالكترون configuration بتاعها similar to the nearest noble gas electron configuration. تمام، طب الكلام ده نظري، ناخد امثلة توضح لنا كل شيء. الامثلة اللي قدامنا، اول حاجة هناخد الصوديوم. الصوديوم عنده كام الكترون؟ عنده 11. لما نرجع للجدول الدوري هنلاقي انه عنده 11. ازاي هنعمل التوزيع الالكتروني؟ زي ما تعودنا في الجزء الاول من الدرس، بنملى lowest energy levels الاول، يبقى 1s2 2s2 2v6، كده بقى عندنا 10 الكترونات، يتبقى واحد بس هنحطه في مين؟ 3s1. تمام، هنا هنلاحظ ايه؟ هنلاحظ ان الصوديوم هيفضل انه يفقد الالكترون ده الموجود داخل 3s، تمام، عشان يوصل للنيرست نوبل جاز الكترون كونفيجريشن. مين اللي كان عنده 10 الكترون؟ نرجع بسرعه نفتكر النوبل جازز اللي قلنا لازم نحفظها، قلنا الهيليوم فوق خالص ده 1s2، نفتكر بسرعه النوبل جازز اهمت مكتوبين قدامنا. تمام، قلنا الهيليوم ده موجود عنده الكترونين فقط، النيون موجود عنده 10 الكترون، قلنا الارقام دي لازم تتحفظ، الارجون 18، الكريبتون 36، الزينون 54. تمام، فالصوديوم اللي هو في الجروب 1A اللي عنده 11 الكترون هيفضل انه يفقد الكترون عشان يوصل لتركيب النيون. تمام، النيون 10، تمام، فهو هيتخلص من الالكترون اللي عنده ده عشان يوصل للتركيب بتاع the nearest noble gases له. تمام، فيبقى more stable، فهيفقد الالكترون ده هوت ويتحول ل Na plus. plus دي معناها انه فقد الكترون، يبقى التركيب الالكتروني بتاعه هينقص واحد، يبقى 1s2 2s2 2p6. تمام، similar to neon 10. تمام، نيجي بعد كده للسلفر. السلفر عنده 16. تمام، هنوزعهم ازاي؟ 1s2 2s2 2b6، ادي 10، يبقى عندنا 6، 3b2 3b4، ادي الستة بتاعنا، صح؟ السلفر هيفضل انه يعمل ايه؟ هنا عنده 4 الكترونات موجودة داخل ال b orbital. تمام، فاضله 2 بس ويوصل ل completely filled b orbital، هيعمل كده، هيكتسب 2، يبقى gains 2 electrons، ويحمل شحنة سالبة، شحنتين -2. تمام،
عشان يوصل لانه عمل completely filled b orbital واصبح الالكترون كونفيجريشن بتاعه زي تركيب الارجون 18، بقى عنده 18 الكترون، تمام؟ فبقى مور ستيبل لانه وصل لكمبليتلي فيلد اوربيتال، تمام؟ نيجي بعد كده للهيدروجين. الهيدروجين عندها الكترون واحد موجود في الوان اس، تمام؟ بتفضل جدا انها ترتبط بهيدروجين اخرى عندها الكترون واحد هي كمان في الوان اس، وتعمل جزيء الهيدروجين H2 مولكيول، تمام؟ وتبقى ستيبل لان هيبقى عندها completely filled s orbital، يبقى عندها 1s2 لانها عملت شيرينج، اصبح في مشاركه كل واحده بتتشارك مع الثانيه بالالكترون اللي معاها، تمام؟ فطبعا لما وصلت لل 1s2 اصبحت similar to هيليوم، والهيليوم ده اول واحد في النوبل جازس. نرجع نبص على النوبل جازس قدامنا اهي، تمام؟ الهيليوم عنده الكترونين، تمام؟ النوع الثالث من العناصر هو the main transition elements، العناصر الانتقاليه الرئيسيه. دي بتكون موجوده فين؟ في الدي بلوك اللي احنا كنا ملونينه فوق باللون الاورنج، سمينا الجزء ده main transition elements، ودي كلها دي بلوك، تمام؟ مميزاتها ان كل الانرجي ليفلز بتاعتها ممتلئه ما عدا the two outermost levels، يبقى البي بلوك كانت كلها ممتلئ ما عدا the highest energy level، لكن المين ترانزيشن elements كلها ممتلئه ما عدا the two outermost levels، تمام؟ في مثال، المثال بتاعنا هو سكانديوم 21. طبعا التوزيع الالكتروني بتاعه 1s2 2s2 2b6، خلاص كده خلصنا 10، فاضل 11، يبقى 3s2 3b6 كده 8 من ال 11، فاضل لنا 3. نكتب مين بالظبط؟ 4s قبل 3d، 4s2 يتبقى الكترون واحد فقط نحطه في 3d، يبقى 3d1، تمام؟ يبقى السكانديوم ده الاوتر موست ليفلز بتوعه هما مين؟ هما ال 3 وال 4، صح؟ 3d و 4s. 3d فيها الكترون واحد بس، فدي مش مليانه. ال 4s ده جزء من ال 4 ليفل عند المستوى الرابع الرئيسي، فالمستوى الرابع الرئيسي ما بيحتويش على الاس بس، ده بيحتوي على ال 4s وال 4b وال 4d وهكذا، صح؟ وال 4f كل دول مش مليانين، مليان بس ال 4s. فعشان كده احنا بنقول ان ال 2 outer most levels بتوعه مش مليانين. The last type of elements هو the inner transition elements، العناصر الانتقالية الداخلية. دي بيكون ال F block. نرجع تاني لل periodic table، ادي التقسيمة اللي احنا قلناها، ده مكان the inner transition elements اللي هو بيكون عبارة عن F block، تمام؟ ايه مميزات ال inner transition elements؟ هي بتكون ال F block وكل ال energy levels بتاعتها completely filled except ما عدا the three outermost levels، اخر ثلاث مستويات طاقة ليها ما بيكونش مليانة، خلاص؟ هناخد مثال عنصر اسمه جادولينيوم، ده فيه 64 الكترون. التوزيع الالكتروني بتاعه زي ما انتم شايفين كده طبعا طويل جدا عشان دول 64 الكترون بحالهم، فبيبدأ من 1s2 2s2 2b6 خلاص 10، 3s2 3b6 4s2 ادي كمان 10، 3d10 يبقى كده 30 خلاص، بعدين 4b6 5s2 4d10 5b6 6s2 4f7 5d1 كده 64، تمام؟ هنلاحظ ايه؟ هنلاحظ المستويات 4، المستوى عند n4 وعند n5 وعند n6 مش completely فيه. دلوقتي بقى هنيجي لأهم جزء نستخدم فيه كل الكلام اللي احنا قلناه، the electronic configuration in the light of modern periodic table. ازاي هنستفيد من شكل الجدول الدوري عشان نعمل التوزيع الالكتروني للعناصر؟ هنعمل التوزيع الالكتروني باستخدام النوبل جازس، عشان كده كان لازم ان احنا
نحفظها من الأول. تمام، العمود ده اللي قلنا ان فيه مين؟ هيليوم 2، نيون 10، أرجون 18، كريبتون 36، زينون 54، رادون 86، نحفظهم ما يتنسوش. تمام، احنا دلوقتي فهمنا ان من مميزات الجدول الدوري ان عندنا على يسار خالص في الاس بلوك، وقلنا ان هي لازم تبدا من 1s 2s، وقلنا الارقام 1 و2 و3 و4 لحد 7 دي الان بتاعتنا، صح؟ فمترتب 1s 2s 3s وهكذا. تمام، يبقى البي بلوك هيبدا من الصف الثاني، هيبدا من اول 2b1، يبقى تحتيها 3b1، تحتيها 4b1 وهكذا. تمام، ويملا افقيا بعد 2b1، يبقى هنا 2b2 كل الصف 2، 2b3 كل الصف 2، 2b4، 2b5، وعند النوبل جاز هيبقى 2b6. تمام، يبقى احنا دلوقتي فاهمين شكل الجدول الدوري وفاهمين بنوزع ازاي. تمام، بعد ما خلصنا 3s و3b بنفس الطريقه، بنيجي بعد ال 4s. بعد ال 4s ما تتملى 4s1 و4s2، خلاص اتملت، بنيجي نملى 3d. فهنبدا من اول 3d1 لحد 3d10، ده اقصى عدد الالكترونات تتحمله الدي، صح؟ فيبقى في اول صف 3d1 3d2 3d لحد 3d10. تمام، تحت 3d1 يبقى لازم 4d1، تحتها 5d1، تحتها 6d1. ولازم ننتبه لحاجه، هنا عندنا ال n بتساوي 4، صح؟ بالنسبه للرقم اللي قبل ال d بيكون n minus 1، ملحوظه صغيره عاديه جدا واحنا فاهمين السبب. طبعا السبب كان ان 3d دي كان المفروض بعد 3b، لكن هي اعلى في الانرجي من ال 4s، فعشان كده بنحطها بعد ال 4s، في نفس الصف بعد ال 4s، لانها في نفس الصف بعد ال 4s ولكن رقمها 3، فيبقى رقمها n minus 1، ال n اللي احنا فيها ناقص 1. مفهوم؟ افتكرنا السبب؟ تمام، بعد ال 3d يبقى تحتها 4d، تحتها 5d، تحتها 6d. خلاص كده واضح. نبتدي بقى ناخد امثله العناصر ونشوف ازاي هنستخدم الكلام ده في التوزيع الالكتروني ليها. اول مثال هناخده هو الكلور. الكلور زي ما انتم شايفين اهوت مكانه في التيبل، عنده كام الكترون؟ عنده 17، صح؟ نعمل التوزيع الالكتروني بتاعهم كالمعتاد، 1s2 2s2 2b6، ادي 10، يتبقى 7 الكترونات. هنكتب مين؟ 3s2 3b5، ادي 7. تمام، لما نبص على التوزيع الالكتروني اللي احنا متعودين نكتبه، هنلاحظ ان اول جزء منه اللي فيه 10 الكترونات كاملين، ده يفكرنا بمين اللي عنده 10 الكترونات كاملين من النوبل جازس؟ نيون، ده اللي عنده 10 الكترونات كاملين. تمام، يبقى الجزء ده هو التركيب الالكتروني بتاع النيون اللي عنده 10 الكترونات. يعني احنا نقدر نكتب التركيب الالكتروني بتاع الكلور بمعرفة النوبل جازس، فنكتب بدل كل ده نقول ان الكلور هو عبارة عن نيون 10 و 3s2 و 3b5. تمام، نيون 10 اتبقى 7 من العشرة، هنكتبهم في 3s2 3b5. السؤال، وانت بتكتب التوزيع الالكتروني هنا، خلاص انت بصيت على الكلور وقلت اكيد دي 17، يعني في عندها 10 الكترونات زائد 7، العشرة دي على طول فكرتني بالنيون، النوبل جاز اللي عنده 10 مليانين، يبقى اكيد السبعة دول هوزعهم بعد النيون. طب انا كتبت النيون وبعدين مش عارف اكتب ايه بعد النيون، ايه اللي هيعرفني دلوقتي 3s و 3b ما اكتبش ليه اي ارقام تانية؟ اول ما افتكر ان النيون ده موجود في النوبل جازس في الصف الثاني، فانا عارفه انه بينتهي بمين؟ ب 2b6، عشان كده دول الملحوظين اللي قلنا لازم نحفظهم في بدايه الدرس. قلنا ده بيبدا ب 2b6، اللي بعديه 3b6، اللي بعديه 4b6 وهكذا. تمام، فاحنا عارفين ان النيون العشرة دي بتنتهي ب 2b6، خلاص عندها 2b6 خلص. بمجرد ما افتكر مكان العنصر في العمود بتاع النوبل جازس
هو في الصف الثاني يبقى 2B6، هو في الصف الثالث يبقى 3B6، اخر حاجة عنده ابدأ ترقيم من بعدها. لما بكون ال 2B6 اتملت، ال 2B اتملت، ببدأ بمين على طول بعد ال 2B؟ 3S خلاص وانا مغمض، يبقى 3S بيجي بعدها 3B. خلاص انا افتكرت اللي هكتبه هنا بكل سهولة، عندي 7 الكترونات يبقى 3S لازم تاخد 2، الباقي 5 موجودين في 3B، يبقى خلاص جبته. تمام، نيجي على العنصر اللي بعده. العنصر اللي بعده ايرون، حديد، عنده 26 الكترون. هكتب توزيع الالكتروني عادي جدا، الاوردينري الكترون كونفيجريشن، هكتب التوزيع الالكتروني المعتاد 1s2 2s2 2p6 ادي 10، 3s2 3b6 4s2 ادي 10 كمان، يتبقى من ال 26 6، هكتبهم في 3d6. تمام، كتر حل الامثله هتخليك بتكتب الاوردينري الكترونيك كونفيجريشن او الكونفيجريشن باستخدام النيرست نوبل جاز بسهوله. انت مش محتاج اكتر من انك تتمرن، تمسك البريودك تيبل، نشن على اي عنصر، شوف عدد الالكترونات اللي فيه، قول هجرب اعمل الالكترونيك كونفيجريشن بتاعه وشوف هتعمله صح ولا غلط. عملته غلط عيدها مره كمان واعرف الغلط فين، عملته صح انقل العنصر تاني. تمام، وزعنا الالكترونات بتاعه الحديد. تمام، هنبص على الحديد 26، في حاجه من النوبل جازز نفتكرها كده تحت ال 26 قريبه منها؟ 18 على طول. تمام، احنا فاكرين النوبل جازز 2 10 18 36 54 86 هيليوم نيون أرجون كريبتون زينون رادون، ما بننساهمش ما بننساهمش. يبقى تحت ال 26 من النوبل جازز الأرجون اللي ب 18. تمام، يبقى على طول هحول كل ال 18 دول، ادي 10 وادي 8، 18 المجموعة دي كلها هحولهم لرمز واحد أرجون 18. تمام، طب بعد الأرجون 18 هكتب مين؟ هجيب دول ازاي؟ بنفس الطريقة اللي لسه قايلها من شوية، أرجون 18 يعني موجود عند بي كام؟ ده الصف الثالث، يبقى عند 3 بي 6، عند 3 بي 6 خلاص، يبقى آخر حاجة فيه هو 3 بي 6. بعد 3 بي بكتب مين؟ بالظبط بكتب 4S بعدين 3D، أروح كاتبة 4S و 3D، فاضل لي كام إلكترون عند 18؟ فاضل لي 8 إلكترونات، أحط 4S2 3D6 خلاص، يبقى ما بتلخبطش فيهم بعرف أجيبهم. تمام، نيجي للمثال اللي بعده، كادميوم 48. تمام، هنوزع ال 48 1s2 2s2 2b6 10، 3s2 3b6 4s2 ادي 10 كمان، 3d10 يبقى كده 30، فاضل 18، 4b6 5s2 4d10 ادي 18. تمام، فلما نشوف الكادميوم 48 مين من النوبل جازز اقل من ال 48 وقريبه ليها؟ نرجع على طول نفتكر النوبل جازز 2 10 18 36 54 86. تمام، يبقى مين قريبه لل 48؟ ال 36. مين ده؟ الكريبتون. تمام، تمام، يبقى كل ال 36 الاولانيين الكريبتون يعني هينتهي بكام؟ 4B6. يبقى انا حتى لو جالي سؤال وما كانش فيه مكتوب التوزيع الالكتروني العادي فانا حافظهم وفاهمهم وعارف اجيبهم منين. تمام، يبقى على فرض ان كل الاوردينري الكترونيك كونفيجريشن مش معاك ومعاك فقط الكونفيجريشن اللي فيه نيرست نوبل جاز، فانت فاهم هتكمل التوزيع الالكتروني ازاي. خلاص، يبقى الكريبتون اكيد بينتهي ب 4B6، بعد ال 4B6 يجي مين؟ لازم يجي 5S. تمام، على طول تيجي 5S وبعد 5S 4D. طبعا احنا ملاحظين لما تيجي 4S يبقى 3D بعدها، 5S يبقى 4D بعدها، 6S هيكون 5D بعدها، N و N-1 4 و 3، N و N-1 5 و 4، 4S دايما بعدها 3D، وعرفنا السبب اقل في الانرجي اقل في الطاقه منها، 5S يبقى بعدها 4D يبقى ما بننساش. تمام، 6S هيكون بعدها 5D. تمام، عشان خلاص من اول ال
for s بيجي الدي بعدها نملة، نملة بعدها والدي هتكون n minus 1، عشان احنا خلاص ما بننساش بعد من اول ال 4s ما تقابلنا بعدها بنملة في الدي 3d، يعني n s يبقى n minus 1 d قبل ما نوصل لل 4b، 5s يبقى 4d. تمام، يبقى طالما وصلنا للكريبت 36 فاضل لنا كام من ال 48؟ فاضل لنا 12. تمام، عرفنا ان احنا هنحط المستوى 5s والمستوى بعديه 4d، يبقى نحط ال 12 متوزعين فيهم، يبقى نحط ال 12 متوزعين فيهم، يبقى 5s 2 4d 10. تمام كده. العنصر اللي بعده باريوم 65، نعمل التوزيع الالكتروني بتاعه the ordinary or electronic configuration 1s2 2s2 2b6 3s2 3b6 4s2 3d10 4b6 5s2 4d10 5b6 6s2. طبعا واحنا بنوزع 4 6 قبل 3d، بعدين تيجي 4b مليناها، بعدين خلص الانرجي ليفل 4 كله، نبدا في ال5، يبدا بال5 s2، ينفع 5s عند ال5 s ندخل على طول على ال5 b ونسيب كده ال4 d؟ لا غلط، خلاص طالما من اول ال4 s بعدها 3 d تيجي بعدها ال4 b، يبقى ال5 s بعدها 4 d تيجي بعدين 5 b، خلاص احنا فاهمين، يبقى ادي ال4 s بعدها 3 d بعدها ال4 b، 5 s عند 5 s يبقى على طول n minus 1 d، يبقى 4 d بعدين ال 5 b، ماشيين صف صف في الجدول الدوري، صف صف، ادي من اول ال 4 s على طول لازم نملى ال d 3 d n minus 1 d بعدين ال 4 b، 5 s يبقى n minus 1 d يعني 4 d نملاها كلها بعدين ال 5 b، 6 s قبل ما نملى ال 6 b لازم ال 5 d، خلاص صف صف ماشيين. تمام، يبقى وزعنا ال 56 الكترون. تمام، مين النوبل جاز اللي اقل من ال 56 وقريب ليها؟ على طول 54. مين هو اللي كان 54؟ ادي النوبل جاز، اصحاب زينها، يبقى كل ال 54 دول هم عباره عن زينون، زينون 54. يتبقى كام من ال 56؟ اتنين بس، نكتبهم فين؟ هو الزينون ده المفروض ينتهي بكام؟ لو انا مش شايف ده، لو انا خبيت ده كله ومش شايف اخر ليفل، اقول الزينون دي موجودة في مين؟ في الصف كام؟ 1 2 3 4 5، دي موجودة في الخمسة، 5b6 اخر ليفل completely filled فيها. تمام؟ يبقى بعد ال 5b6 اتملت البي خلاص، لازم يجي مين؟ 6 لفة جديدة. تمام؟ الزينون ده اخر واحد في البيريود، البيريود الجديد هتبدا من اول 6s. تمام، وانا فاضل عندي الكترونين فقط فهحطهم في 6s2. تمام، اخر جزء من الدرس ده جزء بسيط جدا، لكن علشان ما يكونش الجزء طويل جدا عليكم هنركز في الشرح اللي شرحناه النهارده، هنفهمه كويس. اي نقطه تكونوا ما فهمتوهاش عيد الفيديو اكتر من مره لحد ما تحس انك فهمتها وتمكنت منها كويس. تمام، وبعد كده ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هنشرح اخر جزء في الدرس، هو جزء بسيط جدا.